السلام عليكم متابعين ومازال حبيبة أم ولادي، كنرحب بكم اليوم في فكرة ديال الكرص الغذائي اللي مفيش الشين. ما غاديش نطول عليكم فيديو، ولكن غادي ندوزو بإذن الله بسرعة المقادير. وهاد الكريسات راه كيجيو غزالين، ما غاديش ندوي إلا جربتهم. بسم الله على بركة الله غادي نبداو. عندي كيلو ديال الطحين، ولكن أنا هنايا عبرت كيلو و 200 غرام ديال الطحين، دونك تقدري ديري كيلو ديال الطحين. عندي هنايا 4 ديال الحبيبات ديال المسكة الحرة أو المستيكا، طحنتهم مع معلقة ديال السكر سنيدة. عندي هنايا كاس إلا الربع ديال السكر سنيدة، والحلاوة كتبقى دائما على حسب الذوق. عندي هنا كما قلت في الاول كيلو و 200 غرام ديال الطحين، درت مع هاد كيس لارض ديال السكر، يعني ما غاديش تجي مقاتل في الحلاوه، مي غادي تجي غير هذيك الحلاوه، يعني زوينه ماشي ديك الحلاوه ديال وميم طو غادي تعطيني كولوراسيون ديال السكر. الخميره كتبقى دائما على حسب البروده او الرطوبه ديال المنزل. انا هنايا درت جوج معالق ديال الخميره ومعلقه ديال البيكون بودر. الا كان الجو بارد ديري حتى 3 معالق ديال الخميره، ما غاديش يكون شي مشكل. دونك هنايا درت جوج معالق ديال النافع، او النافع هو الرقيق يمكن، دونك النافع هو اللي عندي مزود في الدار، دونك جوج معالق. وكتبقى دائما لهاد الحبه ديال الحلاوه او مع المعالق ديال النافع تبقاو دائما على حسب الموجود اللي عندك في الدار. انا هنايا عندي الزجدان البيض ما محمرش، درت 4 ديال المعالق. دونك غادي نخلطوا النواشف هما الاولين، تقدري ديري في انوتر بول، يعني تخلطي لي ليكيد يعني السوائل وتخلطي النواشف دو كوتي ومن بعد تخلطيهم. انا غادي ندير كلشي في خطره واحده. دونك خلطت في الميم بول، في نفس الشبانه النواشف هما الاولين، وغادي نزيد عليهم في قلبهم السوائل. عندي هنايا 4 كاس ديال المزهر اود فلور، دونك 4 كاس ليكيفالون ديال جوج معالق كبار، يعني 25 مليلتر، جوج معالق كبار ديال الماء ديال الزهر. غادي نزيد عليه نص كاس وافي ديال الزيت النباتي. تقدري ديري زيت البلديه وكيبقى دائما لك الاختيار، يعني زيت البلديه هي كتجي بنينه، مي على حسب المذاق خاص تكون زيت البلديه اللي تكون خفيفه ما تكونش دايره. هنا غادي ندير البيض اللي درت 3، وحده يعني جوج في العجين، وحده غادي نهز منها داك لو جون دوف صفر البيض، باش غادي ندهنها في التالي في الاخر كاع، هو باش غادي نزيد عليه شويه ديال المزهر، وغادي ندهن به، غادي يحيد لي داك الزفار ديال البيض، ما يبقاش فيه يتشم لينا في القرص ديالنا من غادي يطيب. وغادي ندير كاس كبير ديال الحليب، هذا الكاس نص سطر اللي تيهز لي كاس ديال الحليب. الملحه دائما كتبقى دائما على حسب الذوق، والحليب كاس حليب كبير هو اللي غادي نعجن به هذا سميتو. العجينه خاصها تكون مرخوفه مرخوفه مرخوفه، يعني كتلصق فوق كاسو فريمون كولونت، ما خصهاش تكون ديك ما بين نو، فوق فريمون كاسو كولونت. علاش؟ لان غادي نخلي واحد جوج معالق ديال الزبده حتى للتالي كاع. عاجبكم شوفوا العجين راها مرخوفه، يعني كولونت كتلصق باليدين، كنأكد على هادي فوق كاسوا فريمون كولونت كتلصق باليدين، لان ملي غادي ندير الزبده هذيك الزبده غادي تجمعها. راه ما عندي هنا جوج معالق كبار ديال الزبده حيوانيه، الدري ديال العلبه هذا كيبقى دائما اختياري. يعني هاد الزبدة غادي تجمع لينا، غادي يعني كتجمعها واخا تكون اكيد غادي تجمع لينا لاباط ديالنا، غادي تولي مجموعة. من بعد غادي ناخد شوية من هاديك الزبدة، غادي ندهن بها لوبول ديالي، أو غادي نترونسفيري لاباط ديالي فهداك لوبول، أو غادي نخليها تختمر واحد ما بين 30 إلى 45 مينيت، باغسكو الجو شوية ما باردش مي دافي، يعني خاصها واحد تاخد الوقت ديالها في الإختمار. ومن بعد تابعوا معي المراحل وما تزابيوش. اوكي، دونك هنايا من بعد الاختمار ديالنا صادي با ما غاديش نقول نص ساعه 45 مينوت اون اور اون توكا، خاصها تختمر لنا تاخذ الوقت ديالها في الاختمار. غادي نحيدو منها داك الهواء اللي كاين فيها، غادي نقطعو هادي كويرات صغار، من بعد غادي نطبطبو عليهم واحد شويه، غادي ندهنوها كيما
ذكرت في الاول بزاف داك الصفر ديال البيض اللي خليت، نزيدوا عليه شويه ديال ماء الزهر. كاين اللي كيدير اختياري هذيك نسكافيه، انا ما درتهاش. اون توكا غادي ندهنوهم، غادي نديروا شويه ديال الجلجلان وغادي نخليهم يختمروا مره اخرى، وغادي نطيبوهم على حراره 350 فرنهايت حتى غادي يتحمروا لنا مزيان، والنتيجه نتلاقاو في الاخر. يتحمروا وغادي يخرجوا، وهذه هي النتيجه اللي غادي نحصلوا عليها. كونوا على يقين، جلسات مفشين غزالي راهم سخان باقيين، يعني انا تخرجتهم من الفرن. دونك كنشكر كل المتتبعين ومتي حبيبهم ام ولادي، وكنشكركم على البارطاج ديالكم، وكنشكركم على المشاركه ديالكم، وكنشكركم على كل شيء. وكنتمنى ان شاء الله ان ربي يرفع علينا هذا الوباء، وشكرا لكم، وإلى اللقاء في حلقة مقبلة بإذن الله. ما تنسونيش من البارتاج، وشكرا لكم.